من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. انطلاقا من هذا المبدأ، حظي سكان الدائرة الرابعة بعمارة مسجد جديد يسع لصلاة الجمعة، يعتبر إضافة إلى منابر المساجد بحي حل كلير. مسجد بني ببادرة من فاعل خير من أبناء الحارة، ووهبه صدقة جارية لوالده. فبعيد صلاة الجمعة التي تعتبر الأولى لافتتاح هذا المسجد، شكر الجوني أبو بكر إبراهيم في كلمته الترحيبية فاعل الخير الذي قام ببناء هذا المسجد الذي سماه بمسجد أبينا النور عبد الكريم. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد أشاد بهذه البادرة عبر مندوبه بالدائرة الرابعة. هنيئا ومباركا للإخوة أهل الحارة. أهل الحارة كانوا مجتهدين وكانوا مصلين. أنا عارف الزاوية هذه التي كانت في تحت الشجرة قبل 40 عام. هذا وإن بناء المساجد وعمارتها تدفع أبناء المسلمين نحو التربية الروحية بما وصلت حلقات العلم التي تعتبر الهدف الثاني بعد الصلوات المفروضة في المساجد.